السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بشركة آفاق التعليمية، ونحن اليوم على موعد مع درس جديد من دروس مادة لغتي. هيا بنا نتعرف على درسنا اليوم. بداية نتعرف عنوان الوحدة التي ندرسها. بارك الله فيكم، انتهينا من الوحدة الرابعة صحتي وسلامتي، ونحن الآن في الوحدة بعنوان ألعابي وهواياتي ورقمها 5. الوحدة الخامسة بعنوان ألعابي وهواياتي. كم عدد حروف هذه الوحدة؟ ممتازين، 4 حروف: الهاء والثاء والغاء والظاء. هيا بنا نرحب بحرفنا اليوم، ومع حرف الهاء ومع المكون الأول أسمي الحرف وألونه. ننظر إلى هذه الصورة، ماذا نرى في هذه الصورة؟ بارك الله فيكم، إنها صورة هدية، هاء هدية. ننطق هاء ونلون الحرف بنفس اللون، هو اللون الأحمر. ما هي المناسبات التي نقدم فيها الهدايا؟ بارك الله فيكم، المناسبات التي نقدم فيها الهدايا: مناسبات الشفاء، إذا ذهبت لزيارة مريض فتأخذ معك هدية، أو مناسبة مثل مناسبة النجاح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وننظر هنا إلى مخرج حرف الهاء، من أين يخرج؟ يخرج من أقصى الحلق، يخرج من أقصى الحلق. المكون الثاني: ألاحظ الصور وأتحدث ثم أستمع. نلاحظ الصورة الأولى يا أبطال، من الذي في الصورة؟ بارك الله فيكم، إنه فواز. ما الذي يحمله فواز في يده؟ إنه يحمل مقصا. ترى ماذا يفعل بالمقص؟ ممتازين، إنه يصنع طائرة ورقية. ننظر للصورة التالية، ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ماذا نشاهد في الصورة؟ رائع، نشاهد طائرة ورقية. أعدد الألوان التي في الصورة. ممتاز يا تركي، اللون الأحمر واللون الأصفر. مما صنع فواز الطائرة؟ ممتاز يا محمد، صنعها من الورق. ألاحظ الصور وأتحدث ثم أستمع. ترى مع من يلعب فواز بالطائرة؟ رائع يا أبطال، إنه يلعب مع رفاقه. ننظر لهذه الصورة، أين تطير الطائرة الورقية؟ إنها تطير في السماء. ممتازين، وما الذي يحركها؟ يحركها الهواء. ومع سؤال يا أبطال، أذكر أكبر عدد من وسائل المواصلات قديما. هيا بنا نتعرف على وسائل المواصلات قديما. ممتاز، أسمعك يا تميم، مثل يا أبطال الحيوانات كانت من وسائل النقل القديمة، وأيضا العربة، وأيضا السفن البحرية، وكثير من وسائل المواصلات القديمة مثل الجمل أيضا يا أبطال.
ننظر إلى هذه الصورة، من الذي يركب في الطائرة؟ بارك الله فيكم، إنه فواز. ما هو العلم الموجود على الطائرة وماذا كتب عليه؟ أسمعك يا بطل، ممتاز، إنه علم المملكة العربية السعودية، وكتب عليه أشهد أن لا إله إلا الله، ما كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي كتب عليه الشهادتان. أعدد وسائل المواصلات الحديثة. تعرفنا على وسائل المواصلات القديمة يا أبطال، مثل العربة والزلاجة وأشياء كثيرة يا أبطال من وسائل النقل القديمة. وسائل المواصلات الحديثة مثل ما ترون في الصورة، مثل الطائرات بكل أنواعها، ومثل السيارات والغواصات التي يمكنها الغوص تحت الماء. ما الذي يتمناه فواز عندما يكبر؟ بارك الله فيكم، إنه يتمنى أن يصبح طيارا. المكون الثالث، ألاحظ الصور وأقرأ، أفتح كتابي وأقرأ بصوت واضح. استمع جيدا إلى النص يا بطل. قال فواز، صنعت بيدي طيارة ورقية، ألوانها زاهية، ألهو بها مع رفاقي، فيحملها الهواء بعيدا وتطير هنا وهناك. عندما أكبر سأصبح طيارا، أطير في السماء وأرفع اسم بلادي عاليا. أقرأ، نقرأ الكلمات، كلمات الدرس. زاهية، ألهو، هواء، هنا، هناك. ومع أسئلة الفهم القرائي حتى نتعرف على ما يدور بالدرس. ماذا قال فواز يا أبنائي؟ أحسنتم، قال فواز، صنعت بيدي طيارة ورقية. ومع سؤال آخر، كيف هي ألوان الطائرة الورقية؟ ممتازين، ألوانها زاهية. مع من يلهو بها؟ مع من يلعب فواز بالطائرة؟ نقرأ، ألهو بها مع رفاقي. ومع سؤال آخر، إلى أين يحملها الهواء؟ فيحملها الهواء بعيدا وتطير هنا وهناك. ما هي أمنية فواز عندما يكبر؟ ماذا يتمنى أن يصبح؟ ممتاز، عندما أكبر سأصبح طيارا إن شاء الله، وأرفع اسم بلادي عاليا. المكون الرابع، أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف الملون. نقرأ الكلمة يا أبنائي، هواء، ونجرد الحرف هاء. نقرأ الهاء مع الفتحة، هاء. الكلمة الثانية، الهو، نجرد الحرف الملون ونقرأ هو، هو في وسط الكلمة. زاهية، نجرد الحرف يا أبطال ونقرأه مع الكسرة، هي. ومع المكون الخامس، أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المدي. ننتبه يا أبطال، الصوت القصير في أقل من ثانية، والصوت الطويل يكون بمقدار حركتين. نقرأ هكذا، ها، هو، هي، ها، هو، هي. ننتبه يا أبطال إلى أن الفتحة تحب مد الألف، لا بد أن يسبق مد الألف حرف مفتوح، ويسبق مد الياء
حرف مكسور ويسبق مد الواو حرف مضموم. نقرأ مع المد ها، مع مد الألف، مع مد الياء هي، مع مد الواو هو. ننتقل للمكون السادس، أقرأ الكلمات وألاحظ الحرف الأخير. نقرأ يا أبطال ورقية، نلاحظ الحرف الأخير ورقية. انتهت الكلمة بتاء مربوطة. تن تن تنطق مع تنوين الضم. طيارة، التاء المربوطة، التاء المربوطة منفصلة مع تنوين الضم، تنطق تن. نلاحظ الحرف الأخير. زاهية، كلمة أخرى يا أبطال، وجه. هنا يا أبطال هذا حرف الهاء آخر الكلمة، لا يوضع فوقه نقاط. وجه، وينطق هن مع تنوين الضم. مياه، مياه هن. له، نلاحظ الحرف الأخير يا أبطال وننتبه أن الهاء آخر الكلمة تنطق هاء عند الوصل وعند الوقف، يعني تنطق، نقول له عند الوقف على الكلمة له، تنطق هاء في كلا الحالتين هو. ونلاحظ الفرق هنا يا أبطال بين التاء المربوطة يوضع فوقها نقطتين، وأما الهاء آخر الكلمة لا يوضع فوقها نقاط كما ترون. ننظر الآن يا أبطال إلى أشكال حرف الهاء وكيف نكتب حرف الهاء. حرف الهاء له مواقع كثيرة من الكلمة، يأتي في بداية الكلمة ويكون له ذراع يسار ويكتب هكذا. نكتب يا أبطال زي حرف الداء، ثم نسوي دائرة صغيرة ونذهب ناحية اليسار كما ترون. حرف الهاء في وسط الكلمة ويكتب بهذا الشكل، يدي أبطال، ثم سوي زي دائرة خمسة كده من تحت، ثم خمسة أخرى من فوق مثل هذا الشكل، وتصير ونربطها بهذا الشكل. الهاء في وسط الكلمة، هاء في آخر الكلمة متصل ويكتب هكذا. انظر جيدا حتى تكتب الحرف بطريقة صحيحة. نبدأ خط صغير على السطر، ثم نرتفع عاليا، ثم نربطها بهذا الشكل. حرف الهاء في آخر الكلمة سهل جدا يا أبطال، آخر الكلمة منفصل مثل السكون أو مثل الدائرة الصغيرة. المكون السابع، أكتب الحرف وأكمل الناقصة ثم أكتب الكلمة. هنكتب الحرف يا أبطال بأشكاله، حرف لا في بداية الكلمة، في الوسط، في نهاية الكلمة متصل، في نهاية الكلمة منفصل، ثم نكمل الحرف الناقص. ممتازين، الحرف الناقص هو حرف الهاء مع الفتحة، هاء صارت كلمة هواء. الحرف الناقص، ننظر إلى النقاط في وسط الكلمة، إذن حرف الهاء في وسط الكلمة صارت الكلمة مها. الكلمة الثالثة، الحرف الناقص وحرف الهاء في نهاية الكلمة متصل، وتكون الكلمة وجه. الكلمة الرابعة، الهاء آخر الكلمة منفصلة وتنطق مياه. ننسخ الكلمة يا أبطال، هواء، مها، وجه، مياه، ونلتزم الكتاب على السطر الملون بالأحمر. ومع المكون الأخير إنجازاتي. ومع التدريب الأول، أرسم دائرة حول الحرف هاء ثم أكتبه. نقرأ الكلمة يا أبطال، هرة. المطلوب نرسم دائرة حول حرف الهاء هي، ثم نكتبه أسفل الكلمة على النقاط مع حركته هي.
الكلمة الثانية مياه، الهاء في نهاية الكلمة منفصلة، ثم نكتبها أسفل النقاط. الكلمة الثالثة مها، نرسم دائرة على حرف الهاء في وسط الكلمة ثم نكتبها مع الفتحة. الكلمة الرابعة وجه، نرسم دائرة على حرف الهاء في آخر الكلمة متصل ثم نكتبه على النقاط. التدريب الثاني أصل بين الكلمة والحرف المناسب. هنكمل يا أبطال ونوصل هناك، هنا حرف ناقص للكلمة، هل هو هاء آخر الكلمة أم تاء مربوطة منفصلة أم تاء مربوطة متصلة أم هاء آخر الكلمة منفصلة؟ طبعا هي الكلمة الأولى يا أبطال لعبة، إذا نطقت هاء عند الوقف تكون تاء مربوطة، نكمل بتاء مربوطة متصلة. مياه، الهاء تنطق هاء عند الوصل وعند الوقف، إذن يكون حرف الهاء نهاية الكلمة منفصل، نوصل الكلمة بالحرف المناسب. الكلمة الثالثة صورة، إذا نطقت هاء كما قلنا سابقا تكون تاء مربوطة، تنطق هاء عند الوقف، تكون تاء مربوطة منفصلة صورة. الكلمة الأخيرة وجه، نكمل الهاء آخر الكلمة متصلة. ومع التدريب الثالث أكتب الجملة الآتية مضبوطة بالشكل، إملاء منسوخ، صنعت بيدي طيارة ورقية. هيا بنا نكتب الجملة مع الحركات أبطال، صنعت بيدي طيارة ورقية. التدريب الرابع ألاحظ الجملة الآتية، هذا إملاء منظور يا أبطال، الهواء يحمل الطيارة الورقية، نكتبها بعد النظر إليها يا أبطال، الهواء يحمل الطيارة الورقية، رائع بارك الله فيكم. ننتقل للسؤال الخامس، أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي، إملاء اختباري يشمل جميع أشكال الحرف هاء وحركاته وكلمات مكونة من حروف سبقت دراستها. نكتب يا أبطال في دفتر الخط والإملاء، إملاء على حرف الهاء، نبدأ المربع الأول، نكتب يا أبطال هو، المربع الثاني هاء، ونركز يا أبطال أن نميز بين الصوت القصير والطويل. المربع الثالث هي، المربع الرابع هو، المربع الخامس نكتب يه، هذا المقطع يه. نكتب الكلمات يا أبطال في المربع على اليسار، الكلمة الأولى زاهية، زاهية. الكلمة الثانية الهواء، الهواء. الكلمة التالية هناك، هناك. الكلمة الأخيرة الهو. ومع مكون الإثراء والمهارة المستهدفة القراءة، هيا بنا نقرأ القصة، ومع قصتنا اليوم بعنوان التفاحة. ذهبت هند وأخوها هيثم إلى مزرعة جدهما هاشم، وبعد أن سلما عليه وقدما له هدية أخذ يلعبان بين الأشجار والزهور وهما مستمتعان بوقتهما. وعندما حان وقت الطعام جلسا بهدوء تحت ظل شجرة التفاح وتناول وجبة شهية أعدتها
أمهما، وأثناء ذلك سقطت تفاحة من الشجرة على الأرض. بعد أن استمعنا للقصة يا أبطال، نسأل بعض الأسئلة. إلى أين ذهب هند؟ إلى أين ذهبت هند وأخوها؟ إلى أين ذهبت البنت هند وأخوها هيثم؟ ممتازين، ذهبا إلى مزرعة جدهما هاشم. وماذا قدم لجدهما؟ أحسنت يا بطل، قدم له هدية. وماذا حدث عندما جلس تحت ظل شجرة التفاح لتناول وجبة شهية أعدتها أمهما؟ رائع يا أبطال، سقطت تفاحة من الشجرة على الأرض. سؤال للأذكياء، وانتظر الإجابات منكم يا أبطال. لماذا سقطت التفاحة على الأرض ولم ترتفع إلى الأعلى؟ نبحث عن الإجابة وانتظر إجابتكم يا أبطال، ترسلوها لي. وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.